من جهة أخرى، هنأت الدكتورة تسنيم عطاطرة الممثل المعين لمكتب منظمة الصحة العالمية بمملكة البحرين المملكة على ما وصلت إليه اليوم وما حققته من إنجازات تستحق التحية منذ بداية الجائحة وحتى يومنا هذا، مؤكدة أن مملكة البحرين كانت ولا تزال من أوائل الدول التي اتخذت خطوات استباقية ومبادرات ناجحة في دعم الجهود الدولية للتصدي لجائحة فيروس كورونا، وأثبتت استراتيجيتها المحكمة والتي انتهجتها فعاليتها في التصدي للجائحة. المنظمة تتابع بكثب استجابة الدول الأعضاء وما تم إنجازه في البحرين يستحق التحية، ونؤكد أن البحرين تطبق حزمة شاملة من التدابير الصحة العامة لمكافحة انتقال الفيروس قبل اكتشاف الحالة الأولى في البلاد، مما كان له انعكاسات إيجابية بما في ذلك الرصد الدقيق لوضع الجائحة من أجل تطبيق الاستجابة على أسس معرفية ومعلوماتية مع مراعاة التداعيات جميع التداعيات الاقتصادية والاجتماعية لهذه التدابير. لقد بذلت الجهود لضمان الاستمرارية الكاملة لمجموعة الخدمات الصحية الأساسية حتى يتمكن الأشخاص الذين يحتاجون إلى علاج للحصول على العلاج مع استمرار الخدمات الأخرى. ولا يفوتنا تقدير جهود البحرين الدؤوبة نحو تحقيق التغطية الصحية الشاملة، إذ أعلنت منظمة الصحة العالمية عاصمة البحرين المنامة مدينة صحية لعام 2021، وبذلك أصبحت منامة أول عاصمة في الشرق الأوسط تحصل على مثل هذا التكريم، مما أضاف إنجازا دوليا جديدا إلى سجل المملكة الغني بالإنجازات. تفخر منظمة الصحة العالمية بتقوية أواصر التعاون مع مملكة البحرين من خلال إنشاء مكتبها الجديد هنا في المملكة.